وهذا نهديه لكم كاع صحافه الشعب الشعب تاع سيف كل الجزائريين نهدي هذا الفوز والتاهل النهائي الحمد لله نقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى لاعبين كانوا جارف على الميدان يطبقوا التعليمات بحذافيرها وراو مدى يعني احترافيه اللاعبين هذو مدى مسؤوليه تاعهم عندهم وبيزافي الوجود راه كره صوره وكل حال نستنى من فرصه نهدي هذا الفوز كذلك العائله تاعي يسوفنا معايا ان شاء الله. بارك الله فيك.